للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من الخليل الأستاذ أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والخبير أيضا في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ أحمد، أرحب بك في البداية وأبدأ معك بقراءة الأوضاع ميدانيا بعد توجيه ضربات لبنانية إلى وسط إسرائيل، وبعد مزاعم أيضا إسرائيلية من هيئة البث الإسرائيلية بأن العملية البرية حققت إنجازات هامة، كيف تقرأ المعادلة الآن على الأرض؟ نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. منذ أن بدأت العمليات البرية وبدأ الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة بها على الأرض، بدأ رئيس الأركان هرتزي يتحدث عن استكمال المهام التي طلبت من الجيش وضرورة توقف العمليات العسكرية. هذا فهم في إسرائيل على أنه تراجع للوراء، خاصة وأن معظم الأهداف التي رفعت لم يتحقق منها شيء، إذ أن جيش الاحتلال بقي يراوح مكانه بمساحة جغرافية تمتد من 400 متر إلى غاية الكيلو متر الواحد. هذا يعني بأن هناك بقاء لقوات حزب الله في خنادقها وفي أنفاقها وفي مواقعها حتى في ظل القصف الإسرائيلي، ونشاهد ذلك بشكل يومي، إذ أن الأليات الإسرائيلية التي تتعرض للقصف وللتدمير، الجنود المشاة الذين حاولوا في أكثر من مناسبة التسلل تعرضوا لكمائن وسقطوا ما بين قتلى وجرحى، وما زال القصف الصاروخي يهدد مستوطنات شمال فلسطين، وكذلك وصولا إلى مدينة حيفا ومنطقة لكريوت ومدينة صفد التي تمثل المجال الحيوي في شمال فلسطين. إذن هناك في إسرائيل تصور أن عدم قدرة جيش الاحتلال على الخوض في معركة برية يصل من خلالها للأهداف هو الذي دفع هرتزي هليبي أن يضع هذه المقدمة وهذا التمهيد، وصولا إلى التراجع إلى الحدود الفلسطينية لداخل الحدود الفلسطينية ووقف العمليات البرية. وأعتقد أن إسرائيل، وهذا يعني سيفهم بأنه تكذيب للرواية الإسرائيلية، ستواصل القصف من الجو والبحر على اعتبار بأنه لا يمكن للقوات الجوية أو البحرية أن تتعرض لمخاطر من المقاومة. هذا يعني قولا واحدا أن الرواية الإسرائيلية هي غير دقيقة، وأن سردية تحقيق إسرائيل للأهداف هي سردية مغلوطة تهدف أولا وأخيرا إلى السماح لبنيامين نتنياهو ولجيشه التراجع إلى الوراء عدة خطوات من أجل تجنب الخسائر التي اعترف الاحتلال بتكبده أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في الشهر الذي مضى على بدء العمليات البرية. أستاذ أحمد، هل باءت المحاولات الأمريكية بالفشل لإطلاق الهدنة، خاصة مع تواجد 3 من المسؤولين في الإدارة الأمريكية في المنطقة خلال الساعات الماضية وقبل الانتخابات الأمريكية؟ يعني الوساطة الأمريكية يبدو أنها استنساخا لتجربة الدور الأمريكي في حرب عام 2006 والقائمة على تطويع وترويض حزب الله واستسلامه وفرض الإرادة الإسرائيلية على لبنان. سمعنا من أكثر مصدر أن رسالة هوخشتاين هي أشبه بطلب استسلام من قبل حزب الله ومن لبنان، وطالب بفرض الإملاءات والشروط الإسرائيلية على لبنان، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يقبل بها، إضافة إلى جزئية في غاية الأهمية تشكل نقطة خلافية ما بين لبنان والخارج وكذلك فيما بين لبنان والداخل اللبناني، والمتمثلة بالمفارقة والمقارنة بين قراري مجلس الأمن رقم 1701 ورقم 1559 وما بينهما من مجموعة تفاصيل. يرفض الحزب حزب الله وكذلك أطراف الحكومة وفي مقدمتهم رئيس تصريف حكومة الأعمال السيد ميقاتي العبث أو محاولات التغيير في القرار رقم 1701 والذي يعطي المقاومة حقها بالوجود، والذي كذلك يمنح القوات الدولية قوات اليونفيل مكانتها في منطقة جنوب لبنان كدور رقابي، وفي نفس الوقت هو بأساسها وبالتفسير اللبناني الأساسي له هو يدعو إلى احترام الخط الأزرق والتزام الحدود الفلسطينية اللبنانية بعيدا عن الاختراقات الإسرائيلية. ولكن الإسرائيلي اليوم أعاد ومع أطراف داخل لبنان أعاد نبش قرار مجلس الأمن رقم 1559 والذي يدعو إلى وحدة السلاح وتسليم المقاومة اللبنانية سلاحها للجيش اللبناني، وهذا يعني هذه نقطة خلاف رئيسية ما بين القرارين وكذلك ما بين القوى اللبنانية المؤيدة والمعارضة وما بين لبنان وإسرائيل. شكرا جزيلا على التوضيح الأستاذ أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والخبير أيضا في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك.